السلام عليكم، اهلا وسهلا. كي دايرين اخواتاتي؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا على خير وبخير وبصحة جيدة يا رب العالمين. كي دايرين مع البرد دابا؟ هذا هو الوقيته ديالو، الحمد لله. الوقيته ديال البرد دابا، حنا برد الحال عندنا بزاف والحمد لله على كل حال. انا جبت لكم واحد الوصفة ديال البرد، عرفتي الاكله؟ عشيوة خفيف وفيه الخضار بكثرة وصحي، وفي نفس الوقت سخون هكا بحال يعني هاد لا سوب ديال الخضر، وفيها البات حتى هما المحمصه. شكون اللي كيعرف المحمصه؟ يعني راها غنيه عن التعريف المحمصه. هكا انا مشيت لفرنسا جبرتها كتبع، يعني في كانت تتبع في كارفور، كيبيعوها حتى في المجازات ديال العرب، المغاربه ديالنا كيبيعوها. المهم هنا عندي هاد الزليفه هكا ديال المحمصه، وكتبقى على حسب افراد العائله. لو كنتو يعني افراد العائله كثيره كتزيدوا تبارك الله الكميه. وهنايا عندي صدر دجاج، انا كنت غندير الكفته ساعه نسيت نخرجها في الليل، وكان عندي هاد صدر دجاج مقطع جبدته. هنا عندي بصله كبيره مشلطه، هنا عندي البروم ولا البواغون، عندي هكا مشلط، هذا كله طحنته بداك الماكينه العجيبه كتشلط مزيان تبارك الله. هنا عندي جوج ديال الفصوص ديال الثوم، عندي هنايا شويه ديال القرعه الخضراء، عندي خيزو كيف ما كتشوفوا، عندي جوج مطيشات حتى هما مطحونين طحنتهم داك من الماكينه. وصافي غادي ندوزو لطريقه التحضير ان شاء الله. نعم البنات، غادي نشعل البوطه ديالنا بسم الله، وغادي ندير شويه ديال الزبده. بسم الله، ندير شويه ديال الزبده. بغيت ديروا الزيت بلدي، انا كندير الزيت بلدي ولكن كنديرها حتى الاخر. دابا غندير شويه ديال الزبده، اسمحوا لي غير شي شويه، شي معلقه صغيره هكا ديال الزبده، غنخليها تذوب وترجعوا معايا. هانتوما كتشوفوا الزبده بدات كتذوب، غادي نخوي عليها هذاك الدجاج مع داك البصيله. بسم الله، نخليهم يتشحروا شويه، غير يتشحر لنا داك الدجاج، وعاد غادي نزيد داك الخضره كامله اللي بقات. تجي هاد الصوصه رائعه، انا نشوف العجينه كان شي جبن الجلطه ما عجبتش مشكل. الجلد ديالنا بدا كيتكولوري، هانتوما كيبدا كيولي كياخد داك اللون الذهبي. غادي نزيد عليه هاد الخيزو والقرعة. سمحوا لي انا جهات هاد، سمحوا لي جهات سميتو يعني لاوس، جهات هاد الخيزو والقرعة والثومة. غادي نزيد عليهم هاد البورون، انا كنحرك ونخليها تقلى الخضره كامله هكا تقلى شويه، يعني انت كتشوفي فيها الخضر بزاف تبارك الله. العشاء صحي، غنزيد شويه بزيت بلديه غير شويه، صافي غادي نحرك. كتبقى داك البصيله مع داك الخضر شويه كتبدا كتاخد لنا داك اللونين، كنحسو بيها كات هاد الخضرة بدات كد يعني كتحمر شوية. وصافي غادي نزيدو عليها سميتو الما ونخليوها طيب، عاد من بعد عاد نديرو مطيشة. هنا البنات بعد ما نزلت داك الخضيرة ديالنا تحلات شوية مع شوية ديال الزيت بلدية وشوية الزبدة، هاد لباط ديالنا أنا غسلتهم بسم الله، غادي نديرهم ونزيدهم بلا ما نتسنى حتى طيب الخضره، لحقاش الخضره مقطعها رقيقه دغيا كطيب. وكنديروا داك الباط ديالنا ولا المحمصه مع داك الخضره، كتجي هي هذيك في الطياب كطيب يعني مقاده هي وهي وهذيك الخضيره ديالنا. انا دابا غادي ندير الماء ونخليها طيب ان شاء الله، دغيا كتوجد فرمش تلعي. دابا البنات انا درت الماء، الماء درت تقريبا جوج يطرو، وصافي غنسد عليها نخليها طيب، خليها طيب واحد شويه، وهاديك الساعه نزيد مطيشه
والعطريه اللي غادي نرافق بها. انتم الخضره كتجي رقيقه مع داك المحمصه، داك الطريفات ديال الدجاج. انا في الحقيقه فضلت ندير الكفته، ولكن كما قلت لكم الكفته نسيت نخرجها في الليل، نسيتها وما كانش عندي مكوره، داكشي علاش ما خرجتهاش. صافي غادي نخليها طيب ونتلاقاو من بعدين ان شاء الله. هنا البنات هاد المطيشه غندير فيها العطريه باش كتجي لذيذه. غندير فيها هكا جوج ديال الكنورات كتجي لذيذه. انا البنات الكنور ما كنديروش في الماكله ديالي كامله من غير لا سوب، لا سوب كنديرو فيها، ولكن في الماكله ما كنديرش. غندير شويه ديال البزار، شويه على حسب الذوق، ما كترش البزار بزاف. ندير الملحه صافي من حيت دايرين كنور. وصافي غادي نخلط هاد العطريه مع مطيشه وغنديرها طيب. انا مطيشه الطريه كتجي رائعه في هاد لا سوب، ماشي هي مطيشه ديال البواطات، هادي ديال الطريه انا حكيتها. البنات انا رجعت معاكم، يعني دا طابت داك 10 دقائق دغيا كطيب. انا غادي ندير مطيشه دابا مع داك الكنور والملح والبزار اللي زدت، وصافي ونخليها نخليها ان شاء الله طيب لنا مزيان. بغيتو ديروا الشعريه بغمسل، بغيتو ديروا المحمصه، بغيتو ديروا هي الخضره هكا بوحدها، كيبقى لكم الاختيار، ولكن كتجي رائعه. دابا مع البخار ما كيبانلكمش مزيان. البنات انا هنايا قبيله نسيت نخرج نجيب المعدنوس، عرفت كيبان لكم انا قلعتو على العروق ديالو، ما كيبانليش مزيان واخا على البوله الضو قليل. نحيد المعدنوس وشويه ديال الكرافس حتى هما، المعدنوس والقزبر انا كنحيدو. يعني شتي هادي خساره، حيدتها من العروق ديالها، ماشي مشكل، كاين وحدين اخرين دابا ينوضو. هادشي اللي كاين البنات. القزبر واحد الريحه فيه غزاله غزاله، يا سلام، واحد الرويحه واحد الرويحه. ندير به الحريره ان شاء الله. صافي البنات النعناع هانت واخا كيطيح هذاك الكريسه في الليل باقي شد راسو. شنو شنو بغيتي؟ قطة الجيران جاية تطلع عليا. البنات هانتم كتشوفو دابا هي طابت لاصوص ديالنا، اللي كيبغي يدير لها المهم لا كولوغ في الحمر يديرو لها، لا بغا المهم اللي بغا يدير لها الزعفران، بغا يدير لها مطيشة يعني الكونسونطري طوماط يديرها. انايا كنبغيها بمطيشة هكا. المهم غادي نحطها ان شاء الله دابا الزليفة ديالنا كتجي على هاد الطريقة. انا غادي نحط ونرجع معاكم. هنا البنات هانتوما انا حطيتها، غادي نرافقها بهاد البيسكوت هادو، درت لهم هكا الزبيدة وغادي نرافقها بهم، راه كيجيو رائعين. عرفتي داك القرمشه ديالهم بغيتو تهرسوها في الزلافه، بغيتو تهزوهم هكا كتغطسوهم في الزلافه وتاكلوهم. غندير لها شويه ديال القزبر والمعدنوس اللي حيدتهم قبيله، دير هكا شويه في الوسط صافي. اللي بغى يدير الفرماج معاها محكوك، انا ما بغيتش نديرو، بعض المرات كنديرو، دابا فضلت ناكلها هكا وصافي. كتجي رائعه البنات هاد لاصوب هذه، كنتمنى تنال اعجابكم، وما تنسونيش من لايك واشتراك في القناة ديالي، وكنشكركم جزيل الشكر، وتنقول لكم السلام عليكم والى الفيديو القادم ان شاء الله. مع السلامة.
مات بهاد البسكوت هذا مع الزبدة، ولا لو كروتون حتى هو كيجي غزال مع الكروتون مع الثومة، وشوية ديال فينزرب حتى هو كيجي غزال مع هاد لاسوب ومع هاد سميتو هاد البسكوت هذا، غزال غزال غزال، كيجي رائع رائع. ما ديروه ما تقطعوش وتحركوا معاه، شنو غادي يولي رطب، غتخليوه غير هكا من الفوق وتبقاو تهزوا بحال هكا، تهزوا هكا طريف ديال الخبز مع هذاك لاسوب هكا وتاكلو، كيجي رائع. واحد المذاق غزال، الزوج ديالي حماق عليها، عزيز عليها هاد الشوربه هذه، هو تياكلها عجبو الحال. وبصحتكم وراحتكم حتى نتوما. لا تنسى الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس لضمان وصول فيديوهاتنا لكم.